أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. موظفو العقود وأجور 30,000 وظيفة يقطعون الدرجة أو الدرجة وظيفية يقطعون الطرق الرئيسية في محافظة البصرة احتجاجا على المماطلة والتسويف الحكومي في صرف مستحقاتهم المالية من قبل الحكومة المحلية وحكومة بغداد. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي على من البصرة. هذا المقطع القضاء الزبير، القضاء المظلوم والمحروم. أنا اليوم حزين لكن فرحان، حزين لأن هاي الناس ما ماخذ حقوقها وأموالها وملياراتها راحت الشركات الحجاج، وبنفس الوقت فرحان لأن أكو صحوة الشعب، صحوة الضمير. اليوم الشعب في قضاء الزبير شل الحركة تماما ما بين البصرة وما بين الزبير. الهدف مو قطع الحركة بين المدينتين، بس الهدف إشعار الآخرين بأهمية قضاء الزبير اللي يصدر 80% من نفط العراق، يصدر وينتج 80% وربما أكثر من نفط العراق. مع ذلك أبناء الزبير محرومين، حصر عليهم الكروة، وفلياسات الزبير رايحة لشعاط ومعيط، رايحة دبي، جلسات دبي، بجلسات الجماعة الودية الوردية، جلسات السمر والأنس، وللشركات، شركات الحجاج اللي هي شركات مسؤولين ومسجلة بأسماء آخرين، حفاي جابوهم من الشوارع تعالوا صيروا بالواجهة. وهذا قضاء الزبير المظلوم والمحروم. اليوم 30,000 درجة وظيفية جابهم العيداني وورطهم في فترة التظاهرات، ما أعرف هل يسكت التظاهرات بيهم خطة. طبعا تفاعل الجمهور العراقي على منصة فيسبوك حول هذا الموضوع. نقرأ بعضا من التعليقات على منصة فيسبوك. مهند المالكي قال: حسبي الله ونعم الوكيل على الحكومة المركزية الفاسدة، على الحكومة المحلية الفاسدة. حمودي علق وقال: والله عيب على المحافظ يضحك على هاي الناس الفقرة. علي المغامس علق وقال: وسطت للعظم، منو من المسؤولين يقبلها على نفسه؟ يظل 9 أشهر ما ياخذ راتب، ما ضاع حق وراءه مطالب. حسين قال: الله يعينكم، شلون عايشين بدون راتب؟ أصحاب الشهادات العليا وخريجو الكليات والمهندسون تظاهروا أمام بوابة المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد للمطالبة باستيعابهم في دوائر الدولة ومؤسساتها. طبعا أكثر من 7 أشهر مضت على اعتصامهم دون أن تلبي الحكومة أي مطلب لهم سوى بعض الوعود الكاذبة. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات ذوي الشهادات العليا وخريجي الهندسة أمام بوابة المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد. الوطن كل المحن مرت علينا، اسم الوطن نجد الوطن هالبيجينا، تجمعنا الوطن كل المحن مرت علينا، اسم الوطن نجد الوطن هالبيجينا، العالم يظل به الأمل ويعل صيته، إلا وأمر حق التعب يستاهل بزود، نطفى ونرد مثل ورد ونعلي هردود، همة وطن رغم الشجن من كل الأطياف، ودوا عرب والدم غلب بالشدة من خاف، ودوا عرب والدم غلب بالشدة من خاف. وتفاعل عراقيون ومغردون على وسم استيعاب الشهادات العليا مطلبنا على منصة تويتر. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات تحت هذا الوسم. محمد عزيز غرد وقال: أفنينا أعمارنا في تحصيل العلم، التزمنا بوعدكم وننتظر، التزمنا بالسبل السلمية والحضارية، وهذه الطاقات يمكنها أن تدعم وتقدم المزيد مع من ينصفها، ولا نتمنى أن يتحول المشهد إلى صورة أخرى إذا نفذ الصبر. دكتور آيات جاسم قالت إلى السيد رئيس الوزراء: استيعاب الشهادات العليا مطلبنا، أطلقوا حصة هذه الشريحة
من درجات حركة الملاك في كافة الوزارات، وكذلك إقرار الميزانية ووضع فقرة خاصة بتعيين حملة الشهادات العليا. أحمد غرد وقال: استيعاب الشهادات العليا مطلبنا، من المؤسف أن تستنفذ طاقات حملة الشهادات العليا في المسيرات والاعتصامات والنوم على الأرصفة، مكانهم الطبيعي هو خدمة العراق والمساهمة الفعالة في بنائه. مهند الحسيني غرد وقال: السيد رئيس مجلس الوزراء، لا نريد سوى حقوقنا، نطالبكم بإنصاف حملة الشهادات العليا وتوزيعهم على جميع دوائر الدولة، استيعاب الشهادات العليا مطلبنا. كذلك خريجو كليات العلوم السياسية الذين يعتصمون أمام البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء وسط بغداد طالبوا شمولهم في موازنة عام 2021. نتابع مقطعا انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لتظاهرات خريجي العلوم السياسية في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صدق الله العلي العظيم. حقوقنا مسؤوليتكم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن معتصمي العلوم السياسية من أمام البوابة الخامسة للمنطقة الخضراء، رسالتنا اليوم إلى من حمل على عاتقه أمانة تمثيل الشعب، ونحملكم هذه الأمانة إدراج معتصمي العلوم السياسية بالموازنة. أبناءكم وأخوتكم معتصمي العلوم السياسية بانتظاركم. نعم نعم للعراق. كذلك تفاعل خريجو العلوم السياسية تحت وسم إدراج علوم سياسية بالموازنة من أجل الضغط على البرلمان والحكومة لشمولهم بالموازنة وتعيينهم على ملكات الدولة. نقرأ بعض من التغريدات على منصة تويتر. عادل البدري قال: إدراج علوم سياسية بالموازنة، نحن معتصمين منذ أكثر من 7 أشهر مريرة تجرعنا خلالها الحر والوباء والأمطار، لن نمل من المطالبة بحقوقنا الدستورية. سجى قالت: إدراج علوم سياسية بالموازنة، الموازنة التي لا تعطي حق للمعتصم الخريج ثمرة جهده وتعبه، فهي ليست إلا أداة لسرقة قوت الشعب وتستمر في ظلمه. سرى غررت وقالت: إدراج علوم سياسية بالموازنة، خرجنا منذ أكثر من 7 أشهر للمطالبة بحقوقنا التي همشت منذ العام 2003، صبرنا على الظلم لكننا والله لن نرضى به، إنصافنا في موازنة العام 2021 واجب. نور قالت: إدراج علوم سياسية بالموازنة، لن نرضى بمعاقبتنا وحرماننا من التعيين تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي، فالعراق بلد غني ويشتهر بخيراته الكثيرة. سائق سيارة أجرة عراقي وثق من خلال هاتفه من أمام أمانة بغداد، وثق الحال المزري للشوارع والخدمات والنفايات التي تملأ الشوارع الرئيسية وسط العاصمة بغداد. ما يعكس الحال المزري الذي وصلت إليه العاصمة بغداد في ظل حكم الأحزاب الفاسدة على مدار 17 عاما، حيث تصنف بغداد كأسوأ مدينة للعيش في العالم حسب التصنيفات الدولية. مع الأسف دعونا نتابع هذا المقطع.
وهذا حال بوابة أمانة بغداد. ماذا بقي من اسم أمانة بغداد؟ ماذا بقي من اسمها؟ فكيف هو الحال بباقي مناطق العاصمة بغداد؟ طبعا تفاعل العراقيون على منصة فيسبوك حول هذا الفيديو، وإنهم من علق وقال، نقرأ: محامي حيدر الهاشمي قال: الخزي والعار لمن باع وطني وأهان بغداد ودمر بلادي، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بكر قال: هاي باب الأمانة، وهيج لو أكو شيء أقوى من الفشل هم يستحقوا. محمد قال: من يجي طاريها يفترض نسميها بعد بخائنة بغداد وليس أمانة بغداد. كاردينيا قالت: مع الأسف اسم بغداد يقترن بهالمنظر المؤلم بالفعل. فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. وصلنا عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين رسالة جاء فيها، دعونا نقرأ هذه الرسالة. قال: أنا أحد متظاهري ميناء أو قضاء الفاو. اليوم تم قطع الطرق المؤدية إلى الشركات النفطية وتوقف العمل في مستودع الفاو النفطي لغرض تلبية مطالبنا بالتعيين بعد مرور سنة كاملة على اعتصامنا، لكن دون استجابة من قبل الحكومة رغم وجود حاجة للموظفين في مستودع الفاو والرصيف النفطي، وهناك وعود بالتعيين من قبل إدارة شركة نفط البصرة المتمثلة بمديرها السابق أحسان عبد الجبار، إلا أن تلك الوعود لم ترى النور إلى الآن. الآن نذهب إلى الهاشتاج. تفاعل ناشطون وعراقيون ومغردون على منصة تويتر في العراق مع وسم تسقط حكومة اللبلبي، وذلك بعد رفع خيام المتظاهرين وفتح ساحة الحبوب في الناصرية من قبل خلية الأزمة ووقوفهم وسط الساحة يأكلون اللبلبي ويضحكون متناسين دماء الشهداء ومتجاهلين مطالب المتظاهرين بالكشف عن قتلة المتظاهرين وإيقاف الملاحقات والاعتقالات ضدهم. طبعا اللبلبي أكلة شعبية عراقية تشتهر أيام الشتاء، والمكون الرئيسي في هذه الأكلة هي الحمص. دعونا نقرأ بعضا من التغريدات تحت وسم تسقط حكومة اللبلبي. شروق علي الطائي غررت وقالت: كفى تضحية بالعراقيين، دماؤنا لها حرمة، الله حق ونحن حق، لتسقط حكومتكم المزيفة، تسقط حكومة اللبلبي. مصطفى قال: شباب العراق تنقتلون بكل دم بارد، والسيد قاسم العرجي يأكل لبلبي. عصام قال: تسقط حكومة اللبلبي، كلنا نقف مع الناصرية وساحة الحبوبي وندين حكومة اللبلبي. هشام السومري غرد وقال: رسالة إلى خلية اللبلبي، الظاهر سمش أهل الناصرية وكرمها ما غزر بكم، كلوا ما تشاءوا من اللبلبي ودوسوا على جسد متعب، ستفضحكم مواويلنا ويهزمكم هتاف الصبي من عطايا حكومة الكاظمي التي قدمت إلينا. والآن نذهب إلى القصص المنوعة. أسئلة ومخاوف عديدة انتشرت بعد الإعلان عن لقاحات كورونا كوفيد-19، والآن يجيب على أبرزها أطباء وخبراء على منصة غير مألوفة هي التيك توك أو تيك توك. هل لديكم أسئلة حول لقاحات كوفيد-19 وتودون إيجاد من يجيبكم؟ دعونا نتابع التقرير التالي مع شبكة إيجي بلاس عربي.
So there's a study that was just published in the New England Journal of Medicine, which is one of the most reputable medical journals, that answers this exact question. The most common side effects were pain, redness, and swelling at the site where the injection occurs. And there were some mild to moderate whole body side effects like fever, headache, or muscle aches. These resolved rapidly. Over 44,000 people were enrolled in the trial. Half were to get the vaccine and half were to get placebo. You can see after the first dose of the vaccine, not very many people got sick, this red line here. In the placebo group, the blue line, a lot more people got sick over time. The little box shows that in the first couple days after getting the vaccine, there wasn't much of a difference in the rates of infection, which makes sense because it takes time for the body to develop immunity, which is why the second dose is given at day 21. After the first dose, efficacy is around 52%, but after the second dose, it's 95%. Some big time fiction. Yeah, it absolutely does not alter your own DNA. It works via mRNA technology, which doesn't get inside the nucleus at all, which is where your DNA is located. Wow, the new vaccine has a high chance of preventing you from getting sick, but we aren't 100% sure you can't spread it to others. This is an asymptomatic infection. Two, some vaccines require one or more booster shots to provide maximum protection. You won't know where someone else is in their vaccination schedule and how protected they are. Three, you don't know who has and who hasn't been vaccinated. We can remove masks when there's a consistent decline in new cases and deaths. نبقى مع فيروس كورونا. جنوب أفريقيا كشفت عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، حيث حمولته الفيروسية أعلى من فيروس كورونا المستجد المعروف الآن. دعونا نتابع المزيد حول هذه السلالة الجديدة مع تقرير لموقع هسبرس. إذا أصبحت من القردة أو التماسيح فهذه مشكلتك، هكذا صرح الرئيس البرازيلي بتصريحات صادمة للشعب البرازيلي وكذلك للعالم. دعونا نتابع المزيد مع فيديو لموقع أنا العربي. Certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil, ô, o idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? Na Pfizer? Está bem claro lá no contrato. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o Chico, virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que pensar aqui, falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso.
ومن التماسيح إلى الحرب السبرانية، حيث تتعرض الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب سبرانية أجهزتها مكشوفة أمام القراصنة الإلكترونيين والأمن يعيش حالة طوارئ. من يقف وراء هذا الهجوم؟ دعونا نتابع هذا التقرير مع موقع رصد. ومع هذا التقرير نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.